الحمد لله منه العون والرشد. ما بعد حمد الله إني أشهد أن لا إله مستحقا يعبد إلا الإله الواحد الفرد الصمد، من جل عن زوج وند وولد. ثم الصلاة والسلام ما حكت حمائم حمائما إذا بكت على خير مرسل وآله وصحبه وتابعي من واله. يا رب صل على النبي محمدا ما غردت في الأيك ساجعة الربا. يا رب صل على النبي وآله ما أمت الزوار مسجد يثربا. يا رب صل على النبي وصحبه ما قال ذو كرم لضيف مرحبا. صلوا على من تدخلون بهديه دار الكرامة تبلغون المطلبا. صلوا على من ظللته غمامة والجذع حن له وناصرة الصبا. يا أيها الراجون خير شفاعة من أحمد صلوا عليه وسلموا. صلى وسلم ذو الجلال عليهما. لبام لب أو تحلل محرم، وعلى قرابته المقرر فضلهم، وعلى صحابته الذين هم ضاءوا حموا زانوا هدوا شادوا بنوا، فهم على الست الجهات الأنجم، وعلى التابعين لهم بإحسان فهم نقلوا لما حفظوه منهم عنهم. أما بعد عباد الله، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قال المولى عز وجل في سورة قاف: وجاء السكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. الآيات من سورة قاف. وجاء سكرة الموت بالحق، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وجاء سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، تفر تهرب من الموت. إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وجاء سكرة الموت بالحق، نزل الموت على سيد الأنبياء وسيد الورى، وهو يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها، يقول: إن للموت لسكرات. لما نزل بأبي بكر صديق الأمة وعنده ابنته الصديقة عائشة رضي الله عنها، نزل به الموت
فجعلت عائشة تقول: لعمري ما يغني الثرى عن الفتى إذا حشرجت يوما، يعني لو بلغت الحلقوم، إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر فقال لها: لا يا ابنتي، إنما قولي كما قال الله عز وجل، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. مهما نفر لا بد أن يأتي يوم وفيه نقبض، وفيه نصير إلى الله تبارك وتعالى. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. أنت مفارق يا عبد الله، هتفارق الدنيا يوم من الأيام، وإن للموت لسكرات. لما نزل بالنبي صلى الله عليه وسلم وعنده فاطمة تقول: وكرب أبتاه، فيقول: لا كرب على أبيك بعد اليوم. قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري. قالت: وهو على حجري، وما من نبي يقبض إلا وخير وأري مقعده من الجنة. قالت: فلما غشي على النبي صلى الله عليه وسلم أفاق وهو يقول: إلى الرفيق الأعلى، إلى الرفيق الأعلى. قالت: فعلمنا أنه خير عليه الصلاة والسلام. صعد المنبر قبل أيام من أن يموت، فخطب في الناس فقال: أيها الناس، إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما يشاء وبين ما عند الله، فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر الصديق لما سمع الحديث. قال الصحابة والراوي أنس قال: فعجبنا لذلك الشيخ، يعني لأبي بكر الصديق، لما يبكي؟ قال: فعجبنا له. قال: وبعد ذلك علمنا أن المخير هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر أعلمنا، كان يعلم ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم ويفهم حق الفهم. وجاء سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. حتموت يوم من الأيام، انت حتعيش كم يعني؟ حتموت. ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور، ده القيام. ويوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، أشكال قبيحة، زرقا، سود الوجوه. ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون. يهمس بعض لبعض، همس بالراحة، ما في كلام شديد. يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث، من القبور، إلى ربهم ينسلون بسرعة، يرحلوا، يتوجهوا لمحل الحساب بسرعة. إذا هم إلى ربهم ينسلون قالوا: يا ويلنا، من بعثنا من مرقدنا؟ من اللي قومنا؟ من بعثنا من مرقدنا؟ هذا ما وعد الرحمن. يجوم النداء، هذا القيام يوم القيامة،
ما وعد الرحمن. سبحان الله. قال العلامة السعدي كلمة جميلة، قال: ولا تحسب أن اسم الرحمن جاء في هذا الموضع للذكر فقط، ولكن اختار اسم الرحمن ليخبر العباد أن له رحمة واسعة لم تخطر على بال ولا تحسب بحساب. يوم ربنا بيرحم فيه العباد. قال: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون، اليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. ينفخ في الصور. النبي عليه الصلاة والسلام قال: كيف أنعم، كيف استمتع وأهنأ وأرتاح، كيف أنعم وصاحب الصور قد التقم القرن. قرن كبير جدا، التقم القرن وحنى جبهته ينتظر الإذن لينفخ في الصور. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. وإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ما في أنساب، ود عمي ود خالي وأمي وأبوي وناس الحلة. فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم. الخطاب من المولى للناس اللي بيندموا بعدين، اللي بيتفاجئوا يوم القيامة: ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. ربنا أخرجنا فإن عدنا فإنا ظالمون. يا ربي بس طلعنا من المحل ده، رجعنا الدنيا. ليه رجعهم؟ عشان يعملوا صالح، نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. ربنا أرجعنا نعمل صالحا، أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل. أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال؟ الإجابة اخسوا فيها ولا تكلمون. إنه كان فريق من عبادي مؤمنين في الدنيا، فريق من عبادي يقولون: ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. الحصل شنو؟ فاتخذتموهم سخريا، استهزأتوا بهم، قاعدين تضحكوا عليهم، تستخفوا بهم، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. يوم ندم ويوم حسرة. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، مربطين سرابيلهم هدوم من قطران، وتغشى وجوههم النار. سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. ليجزي الله كل نفس ما كسبت، إن الله سريع الحساب. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. ونفخ في الصور
ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. وترى الجبال اللي في الدنيا انت بتحسبها جامدة وعظيمة وقوية، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. ويوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا، أرض مستوية ما فيها عوج ولا أمتى، ما في مرتفع ولا منخفض. يومئذ يتبعون الداعية، الداعي ينادي يجر الناس إلى أرض المعشر، ينادي العباد يتبعون الداعي، ما في واحد بيتأخر، ما في واحد بيمشي بالراحة، بسرعة يتبعون الداعي لا عوج له. وخشعت الأصوات للرحمن، سكوت رهيب، صمت عجيب، خشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، ما تسمع إلا طرق النعال في الأرض، ما تسمع إلا حركة الشفتين يتخافتون بالراحة بالراحة، لا تسمع إلا همسا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وعنت الوجوه للحي القيوم، خضعت ذليلة الوجوه في الدنيا كانت هنا تتكبر على خلق الله، الوجوه التي كانت تترفع بنعم الله، التي كفرت بالله وبدلت دين الله وتلاعبت بحق الله، وعنت الوجوه، كل أحد ذليل، كل أحد خاضع، تجثو على الركب وترى كل أمة جاثية، جاثية على الركب. الأنبياء تقول نفسي نفسي، جاثية على الركب. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما. عملت الصالحات مؤمن بتخاف الله تقي لله، ومن يعمل من الصالحات فلا يخاف ظلما، ما بتظلم ولا هضم، ما بيهضم حقك اللي عملته، ما بتظلم ما بضيفوا لك شيء ما حقك، ولا هضم ما بتهضم حقك. وعنت الوجوه للحي القيوم سبحان الله. قالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد، بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، في الدنيا رافع نخرته فوق وعامل فيها سيد الناس، يفجر في العباد، يسيء المعاملة، يضيع حق الله، يجي يوم القيامة. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم، إذا الرأسه تحيد الوقت ذاك، يقولوا ربنا أبصرنا وسمعنا، أبصرنا الحق، الآن يا ربنا نسمع كلامك، نطيعك يا ربنا، نعمل صالحا، ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون، متأكدين بنعمل صالح لو رجعتنا. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. عياذا بالله، خاضع وذليل. لذلك ينادي المولى تبارك وتعالى في ذلك اليوم، لمن الملك اليوم؟ في الدنيا هنا ما في ناس عاملين فساد،
عاملين فيها عظمة. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم. لذلك قال سبحانه وتعالى: ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على نبينا محمد. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. سائق يسوقها إلى أرض المحشر، إلى أرض المحشر سائق يسوقك، وشهيد يشهد عليها بما عملت. معها سائق وشهيد، سبحان الله. الإنسان له ملكان، ملك في اليمين يكتب الحسنات، ملك في الشمال يكتب السيئات. ملك اليمين أمير على ملك الشمال. إذا عمل الإنسان حسنة ملك اليمين يكتبها 10 حسنات، وإذا عمل سيئة يقول له ملك الشمال ما تكتب، لعله يستغفر، ما تكتب عليه. شوف رحمة الله بالعباد كيف 10 يكتبوها، وبهنا ده ما يكتب لحد ما يأذن له، يقول له احتمال يستغفر، اصبر ما تكتب لعله يستغفر. لو ما استغفر تكتب عليه سيئة واحدة. يجي يوم القيامة معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا. كم من الناس الليلة في غفلة، غافلين. الواحد كأنه حيعيش أبد الدهر، كأنه ما حيموت. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك، فبصرك اليوم حديد. بيشوف بعيد ويشوف تمام، في حاجات في الدنيا ما كنت بتشوفها. وجعلنا على قلوبهم أكنة، أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. ما يسمع الحق وما يشوف الحق، في الدنيا ما بشوف كويس، لكن يوم القيامة فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه، ده الملك الجسايقه، هذا ما لدي عتيد، كله مكتوب. سرقت، زنيت، غشيت، تلاعبت، ظلمت الناس، تكبرت على الخلق، مكتوب كله. في ناس بيحسبوا بأعمالهم ولسان حالهم بيقول كأنه يوم حساب ما في. الواحد لو لقى له شوية ملكة في إنسان يفعل به الأفاعيل كأنه يوم قيامة ما في. هذا ما لدي عتيد. بعد ذاك يجي الأمر من الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله: ألقيا في جهنم. عندهم صفات معينة برمون في جهنم. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. دي صفات أهل جهنم، كفار، كفر مضاعف، كثير الكفر، كفار عنيد. دي صفة من صفات أهل جهنم، العناد. العناد عدم قبول الحق، تدي الحق تقول له يهود الحق، الدليل عليه كده قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، يقول لك لا أنا ما فاضي لكلام زي ده والزمن يتغير. ولكن الحديث بتاعكم ده شيخي قال الحديث ده ما شغال، حديث النبي ما يشتغل، وكلام شيخك بيشتغل. ربنا قال عنيد، بيعاند في نفسه، انت هو بيضر منه، انت ضر نفسك. عنيد قال مناع للخير، انتبه للعبارة دي، مناع للخير، بيمنع الخير من نفسه وبيمنع من الناس التانين.
مناع للخير معتد بيتعدى على الناس بغير وجه حق، يتعدى على البشر، إما يتعدى عليهم في مالهم ياخذ مالهم، أو يتعدى عليهم في عرضهم يتكلم فيهم بغير وجه حق، أو معتد إما يتعدى على حق الله، وده حيجينا في الصفة الأخيرة، جرائم، مشاكل يا أخواننا، مشاكل عجيبة. قال مناع للخير معتد مريب، مريب الدين الماسك ده تشاك فيه، ما ماسك الدين دغري مستقيم، لا إذا بقى الحق مرات يقول لك بيجاي ولا بيجاي، وما أنا ما أعرف ذاته الحق بوين، شاك ذاته مريب. آخر صفة له ربنا قال الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. جعل مع الله إله آخر أي عبد الله، ولكن عبد مع الله غيره، ودي مشكلة اليوم موجودة في المجتمع. نحن كثير مننا بيدفن رؤوسه في الرمال وفي التراب ويتغاضى عن هذه المشكلة الكبيرة في المجتمع. ناس يعبدوا الله وبيعبدوا معه غيره، يدعو الله ويدعو معه غيره، في الشدائد يسأل ربنا سبحانه وتعالى، ومرات بيسأل غير الله، عنده شيخ يدعو ولي صالح، يدعو نبي، ها يدعو ما صالح ذاته، شكد ربنا قال يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد. لكن هل المجتمع الليلة بيتفق معانا انه ده ضلال؟ اغلب المجتمع والحمد لله يعرف انه يقول لك ده عيد غير الله، ده ضلال وده شرك، لكن في ناس لسه المعلومة دي ما وقعت لهم، لأنه بيعتقدوا إنه هذا من حب الصالحين أو من إكرام الصالحين أو من التقرب إلى الصالحين أو من التقرب إلى الله، بإنه نجعل الصالحين واسطة بيننا وبين الله. وربنا قال لا، قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. طوالك أدعو الله يا أخي، أسأل المولى، أسأل الكريم، أسأل الغني، ما تسأل ضعيف زيك ما عنده حاجة. مهما الإنسان بلغ من الصلاح ودرجات الكمال والولاية ما يملك لنفسه نفع ولا ضر، ولا يملك لك أنت. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم سيد الورى، سيد الصالحين، أكرم خلق الله أجمعين. ربنا قال عنه في سورة الجن قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. ها ده نبيك محمد صلى الله عليه وسلم سيد الورى، فكيف يجي زول الليله جاهل يمشي لقبر من قبور الموتى عنده ضريح او ما عنده ضريح يساله ويتوجه له ويا فلان ندعوك ونسالك وراجنك وبتدينا وبتعمل لنا؟ يا ناس هذا من ابعد الجهل ومن اظلم الظلم والتعدي على حق الله تبارك وتعالى. عشان كده ربنا قال ألقيا في جهنم إلى أن قال الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. نعمل حسابنا يا أخواننا، لأنه ده اللي بقى كثير في المجتمع، وزينوا الشيطان للناس، زينوا لهم بقصايد، زينوا لهم بمدايح، زينوا لهم بموسيقى، وبقى الإشكال وين؟ الإشكال في كون الإنسان يجعل مع الله إلها آخر، وحتكون النتيجة شنو؟ ألقياه في العذاب الشديد. عباد الله، الآيات دي فيها موعظة. في سورة قاف كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ سورة قاف في الجمعة، بدل الجمعة يقرأ سورة قاف، بدل خطبة الجمعة وهي خطبة جمعة يقرأ سورة قاف، موعظة وتأديب للقلوب وحفظ للحقوق، حقوق العباد. وحق الله تبارك وتعالى قال الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. وختاما
يتبرأ منه الشيطان اللي أضله في الدنيا. بالله شوف الحسرة دي كيف، الشيطان اللي أضله واللي وقعوا في المهالك دي كلها، وقعوا في الإجرام في حق الله وفي حق العباد، وقعوا في الزنا أو في الخمر أو في غير من المحرمات، يجي الشيطان يقول ربنا قال قال قرينه ربنا ما أطغيته، أنا ما أطغيته، ما ضليته، أنا يتبرأ منه الشيطان ذاته. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق، دي خطبة لإبليس جوا جهنم يخطب في جماعته، ما خلاص دق فيهم مقلب وانتهى، انتهى الموضوع. يجي يكشف لهم الحقيقة كلها، يقول لهم إن الله وعدكم وعد الحق، الوعد في الدنيا اللي قال الرسول حق، وغشاهم في الدنيا. قال ووعدتكم، أنا وعدتكم فأخلفتكم، الله وعده حق وأنا وعدي ما حق. قال وما كان لي عليكم من سلطان، إبليس ده ما قاعد يجي في باب الجامع وانت ماشي بمسكك من يدك بقول لك رجع ما تصلي، ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم، قلت لك ما تصلي ما صليت، قلت لك أدعو غير الله دعيت غير الله، قلت لك عق والدينك عقيت والدينك، إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. قال فلا تلوموني، شوف بالله ما تلوموني، أنا عملت لكم شنو؟ أنا دعيتكم جيتوا معي. قال فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم، أنا ما بحل لكم، وما أنتم بمصرخي، أنتم ما بتحلوني أنا، ها؟ ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. أسف، حسرة، لما يجي الشيطان يقول لك ربنا ما أطغيته ولكن براو كان في ضلال بعيد، قال لا تختصموا لدي، اتحسم الحوار، وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، إلى آخر الآيات من سورة قاف. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا علما نافعا وأن يرزقنا يقينا خالصا. اللهم إنا نسألك رزقا واسعا وعلما نافعا وشفاء من كل داء، اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك، اللهم أنزل علينا الخير مددا، اللهم زدنا من فضلك، اللهم لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا ذا الجلال والإكرام. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، وقوموا للصلاة يرحمكم. وصية القحطاني. لله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.